موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا عن منهج الأشاعرة وبيان ما فيه من انحرافات خالفوا فيها الكتاب والسنة ومنهج الحق الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. ودرسنا اليوم عن نظرية الكسب بين أهل السنة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف. ونعني بنظرية الكسب أو الكلام في قضية الكسب نعني بها مسألة خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد، أفعال العباد قسمان: أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. أما الأفعال الاضطرارية كجريان الدم ودقات القلب وهضم الطعام وغير ذلك من هذه الأفعال، فهذه لا خلاف في أنها أو في أن الإنسان لا دخل له فيها، لا دخل له فيها، وإنما الخلاف وقع في الأفعال الاختيارية. فكان مذهب أهل السنة والجماعة، أهل الحق أتباع الكتاب والسنة السائرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان مذهبهم في هذه المسألة وهو الحق، هو أن لله عز وجل قدرة شاملة ومشيئة، أن لله عز وجل قدرة شاملة ومشيئة نافذة تفصيلية وإجمالية لزوات العباد وأفعالهم الاضطرارية والاختيارية. الله عز وجل هو خالق العبد وخالق فعله، خالق ذاته وفعله، كما خلق الذات خلق فعل، والله خلقكم وما تعملون. فلا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما أراد، ونعني هنا بالإرادة الكونية. فهو عز وجل على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء، لا يخرج مخلوق عن مشيئته وقدرته وخلقه. ومع ذلك جعل الله عز وجل للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم الاختيارية، فهم فاعلون حقيقة بإرادة ومشيئة. العبد فاعل حقيقة بإرادته ومشيئته، وهذه الإرادة والمشيئة خلقها الله عز وجل له أي للإنسان. فالعبد له قدرة وإرادة، وفي الوقت نفسه لا توجد الأشياء إلا بقضاء الله عز وجل وقدره السابق، بل وخلقه وهو الذي يخلقه تبارك وتعالى. فلا بد من اجتماع الأمرين، خلق الله عز وجل قضاؤه وقدره، قدره وخلقه خلقه وهو السبب الخارجي، وإرادة العبد وهي السبب الداخلي عند الإنسان، وتوجد الأشياء بإذن الله تعالى بتوفر الأمرين معا. وهذا معنى قول أهل العلم، انتبه معي، أن العبد فاعل منفعل. فاعل منفعل يعني إيه؟ فاعل أي له قدرة ومشيئة بها يفعل فعله، فهو فعل فعله حقيقة. ومنفعل أي أن الله عز وجل هو الذي خلق فعله وخلق له الإرادة والقدرة التي يقع بها ذلك الفعل، ولذلك تضاف الأعمال إلى العبد حقيقة، بس إضافة إيه؟ سبب أو مسبب إلى السبب، لأن العبد بإرادته وقدرته هو سبب وجود تلك الأعمال. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وتضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة المخلوق إلى الخالق. يبقى تضاف إلى الله، خلقكم وما تعملون، مخلوق لخالق، وتضاف إلى الإنسان أي الأفعال إضافة مسبب إلى الإيه؟ إلى السبب. ويجتمع المؤثران على شيء، وأن يجتمع
وهذا نضرب له مثلا كما في الولد يولد لأبوين في أب وأم، هما سبب شاء الله عز وجل أن يخلق إنسانا بلا أب ولا أم، وآدم أن يخلق إنسانا بلا أب وهو بلا أب وهو حواء، أن يخلق إنسانا بلا أب وهو عيسى عليه السلام، أن يخلق إنسانا بلا أم وهي حواء. ولكن سائر الخلق شاء الله عز وجل أن تخلق وأن يكون السبب وجود أب وأم ولهم هو وسبب خلاص في بقدر الله، هذا السبب مؤثر خلاص مفيش له أثر. ولكن الله خلق الأب والأم والولد ولا تعارض البتة، فهذا الولد يضاف إلى الله إضافة المخلوق للخالق والذي خلقه، والأبوين سبب وهما مسؤولان عنه مسؤولية حقيقية. انتبه معي، يعني البعض يقول لك ازاي طب لا تعارض، الإنسان فعل فعله حقيقة مع أن الله خلقه وفعله، زي مسألة الأبوين مع الولد، فالإنسان مسؤول عن فعل الاختيار هذا، مسؤول وسيحاسب عنه تماما كالوالدين. الولد لم يخلقاه لكنهما سبب ومسؤولان عن هذا الولد. يعني مثلا هل يستطيع أو إذا فعل الوالدان بعد أن ولد الولد قالوا لا صلة لنا به وألقوه وطفل رضيع فمات فهلك، هل يسألان؟ لا، مسؤولان حقيقة ويكون هذا جرم وحاسبان عليه الدنيا والآخرة، انتبه معي، ويسألان مع أنهم لم يخلقا إنما كان سبب وهم مسؤولان عنه مسؤولية حقيقية. كذلك العبد مع فعله الاختياري، انتبه معي، فلا تعارض، الأمر بين، وهذا ما دلت عليه الأدلة. وبذلك نقول قد جمعنا بين الأدلة القرآنية، لأن بعضها جاء يفيد أن أفعال الإنسان تقع بإرادته ومشيئته واختياره، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، وكذا قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كل هذه الآيات تبين أن الإنسان مسؤول عن فعله وأنه فعله حقيقة ومسؤول عنه، ويؤيد هذا المعنى أن المجنون لا يسأل عن أفعاله بالإجماع لأنها لم تقع منه بإرادة معتبرة، انتبه معي. أما الآيات الأخرى أفادت أن الإنسان وإن كان فاعلا لأفعاله حقيقة وله إرادة ومشيئة إلا أن إرادته ومشيئته مخلوقتان لله عز وجل وفعله كذلك، وهما سببان فقط لإيجاد فعل الإنسان، والله خالق السبب والمسبب معا. وكون الإنسان يفعل بإرادته لا يخرج فعله من عموم مخلوقات الله. ومن هذه الآيات والله خلقكم وما تعملون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا إلى آخره. هل تعارض؟ لا تعارض، كما قلت يضاف الفعل إلى الإنسان حقيقة وفاعله إضافة مسبب لسبب، زي ما قلنا مسألة الوالدين مع الولد هم مسؤولان عنه وهو مسؤول عن فعله كذلك، ويضاف إلى الرب إضافة مخلوق إلى خالق تماما، زي السفينة يصنعها الإنسان، يصنعها الإنسان بيده، ولكن الله خالق وخالق يده وإراداته والخشب الذي تصنع منه السفينة، تبه معي. وبهذا تتفق الآيات التي ظاهرها التعارض، فلا تعارض في واقع الأمر، فبعضها دل على أن الإنسان تدخلا في أعماله فتضاف إليه حقيقة بحيث يساب على الحسنة ويعاقب على السيئة، بينما دلت الآيات الأخرى على أن الإنسان وأعماله مخلوق لله وهو الخالق لهما وحده تبارك وتعالى. وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة كما وضحنا، الذي عليه أهل السنة والجماعة. طيب من خالف أهل السنة في ذلك؟ خالفهم فريقان أساسيان، الأول وهم المعتزلة، وهؤلاء نفوا قدرة الله على الأفعال العباد الاختيارية. احنا قلنا الطريقة كله متفق خلاص،
فالأفعال الاختيارية قالوا لا دخل لقدرة الله عز وجل فيها. وذلك المعتزلة سموا بالقدرية، وقالوا الإنسان هو إيه؟ أفعال الاضطرارية زي دق القلب وجريان الدم في العروق ونحو ذلك، دي إيه؟ خلاص دي اللي بقدرة الله. أما الأفعال الاختيارية قالوا لا قدرة لله عليها، وكل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له للاختيارية، لا خيرها ولا شرها، وإن الإيه؟ الإنسان هو خالق فعله، هو خالق إيه فعله؟ في سواء خير أو أفعال الخير والشر، العباد مخلوقة. قالوا والله أفعال العباد اللي هي الخير مخلوقة لله ومقدور له، أما الشر فليس مخلوقا لله ولا مقدورا له. انتبه معي. فأخرجوا أهو جزءا من خلق الله من خلق الله وعن قدراته والعياذ بالله. ولذلك سموا قدرية، سموا مجوس هذه الأمة. ليه؟ خلق أفعال الخير فقط يخلقها الله ويقدر عليها ويشاء، أما الشر لا. تبه طبعا خلق الرب وفعل الرب ليس فيه شر، والشر ليس إليك. تبه معي في لكن المخلوق في فرق بين الفعل وخلق الله وبين المخلوقات. الشر باعتبار المخلوقات لك وليس باعتبار الفعل. أفعال الرب كلها خير تبارك وتعالى. فأصبح كده الإنسان عند المعتزلة له قدرة ومشيئة يخلق بهما فعله، ولا دخل إيه لهذا الإيه لقدرة الرب فيها عنده، هو بيخلق استقلالا، أنه يخلق أفعاله استقلالا عن قدرة الرب ومشيئة الرب. وده زي اللي إيه إذا كمثل من يقول إن الأب والأم يخلقان الولد والعياذ بالله، وقالوا إن إرادة الله وقدرته لا دخل لهما في لها في أفعال العباد ولا في مشيئتهم ولا في قدرتهم، إنما القدرة المشيئة الإلهية في الذوات، ربنا يخلق الذوات، فالله عندهم خلق ذوات الخلق وتركها بلا سلطان له عليها. فانتبه معي، وهذا ضلال مبين وانحراف كبير جدا عن وتكذيب لآيات الواضحة، وجعل لخالق مع الله. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن المجوس عندهم إلهان، إله الظلمة والنور، كانوا فهؤلاء جعلوا مع الله خالقا، جعلوا الإنسان في أفعاله خالقا مع الله عز وجل. نعوذ بالله من الزيغ والضلال وهذا الانحراف، مخالف للآيات كما ذكرنا، والله صريح القرآن والله خلقكم وما تعملون، وبينا أنه لا تعارض. فالإنسان له إرادة وقدرة، والفعل بإرادة، والله الذي أقدره على هذا وشاء أن يكون سببا تبارك وتعالى، كما شاء أن تكون النار سبب في الإحراق وأن يكون الماء سبب، وهذا بإقدار الله عز وجل ومشيئته، وكما شاء أن يكون الأب والأم سببا في وجود الولد، وهم مسؤولان عن الولد مسؤول حقيقي كما بينا. وهذا كما ذكرنا مذهب ضال منحرف، لأنه جعل مع الله خالقا آخر، تعالى الله عن ذلك. وفئة أخرى وهم الجبرية، وهم الجبرية، ودول قالوا ماذا؟ قالوا إن أفعال حركة العبد في الطاعة والمعصية والأفعال الاختيارية كالأفعال الاضطرارية زي جريان الدم وزي دقة القلب، يعني لا دخل للإنسان في هذا الفعل. إني تبه معي، كأن أفعال لا إرادية زي جريان الدم لا إرادي، زي نفس الكلام في الطاعات والمعاصي، وهذا كلام يخالف الشرع والحس والعقل، لأن الفرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري واضح، ويرد عليهم العقل بعد الشرع. الله جل قال اعملوا ما شئت لمن شاء منكم أن يستقيم، فكل أفعال العباد نسبت إليهم، ولذلك كان هؤلاء في الحقيقة معاندون. انتبه معي، هذا كلام لو كان كلامه صحيح يعني لا عناد وكبر يخالف الحس والعقل، طيب لما كان يبقى لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تكتسبوا مكاسب الدنيا ولا تمدوا أيديكم بالطعام ليأكل الدعبة، كل شيء يجري بلا تدخل منكم. انتبه معي،
هذا كلام بطل ومذهب الجبرية ومذهب قبيح يخالف القرآن والسنة ويخالف العقل والشرع والفطرة معا، ومذهب الأشاعرة قريب من هذا. تعالوا بقى نشوف بقى كلام الأشاعرة في هذا الباب في خلق الأفعال، قريب من مذهب الجبرية. طبعا مذهب الجبرية مذهب يعني في غاية الرداء، يخالف العقل والحس والشرع معا. فهم يقولون الأشاعرة بقول بقى بأن للعبد قدرة ومشيئة ولكن لا أثر لهما في الأفعال، يعني قدرة الحادثة هي قدرة العبد، قالوا هي القدرة الحادثة، قالوا هذه القدرة الحادثة لا دخل لها في الفعل، إن الفعل بيوجد بالقدرة المؤثرة، قدرة الرب فقط، قدرة المؤثرة في إيجاد الفعل وخلقه هي قدرة الرب. وده في الحقيقة هو مذهب الجبرية، هم خالفوهم في اللفظ، فهم جبرية متسترة كما قال العلم. الإنسان عندهم لا قدرة له ولا مشيئة، له قدرة ومشيئة لكن لا يقع بهم الفعل، يعني له قدرة ومشيئة ماشي، طيب القدرة والمشيئة دي مؤثرة في جد؟ لا، لا يقع بهم الفعل بل يقع معهما. يعني قالوا إيه؟ إن الفعل مقترن، طب معي إن بيحدث اقتران القدرة الحادثة للبشرية بالفعل البشري الحالي بلا أثر فيه، يعني اقتران ما اقترنا معا، لكن ليست قدرة الإنسان سببا في وجود هذا الفعل ولا دخل لها. هو بس العبد إيه؟ لما يريد يقبلك الإرادة عنده تقترن بالفعل، ولكن الله يخلق الإيه؟ يقع الفعل، لكن العبد له قدرة مؤثرة فيه؟ لا، هو له قدرة ومشيئة بس غير مؤثرة في إيجاد الفعل. انتبه معي، وذلك هم نفوا الأسباب، يعني ترتب على هذا قالوا نفوا الأسباب، قالوا الجوع لا يصد الطعام، إنما ربنا بيخلق الشبع لما الإنسان يأكل الطعام، السكين لا تقطع، إنما القطع يخلقه الله لما تجي، يعني السكين تجي عند الرقبة كده بس مقترنة بالرقبة والرقبة تطير بقى كده، ربنا يخلق قطع الرقبة، يخلق القطع عند إيه؟ عند إمرارها. ولذلك يبقى المقتول عند الأشعرة كده قد قتله الله عند مرور السكين على رقبته وعند رمي بالسهم، لكن ما إيه؟ مش السكين، السكين لا دخل لها، ده اقتران بس اقترنت، والنار لا تحرق. وذلك نفوا الأسباب التي أودعها الله عز وجل في الأشياء. ومن ثم يبقى الأب والأم هنا مع مش الفعل هنا مش زي احنا ما ذكرنا ان هو بمثابة الولد مع الاب والام، فالاب والام سببان في ايجاد هذا الولد والله خلقه، لا مش كده، ده لا يصلح مثال عندهم، انما اللي يصلح عندهم ايه؟ للتمثيل انه مثابة الاخ مع اخيه، الفعل هنا مع انتبه معي مع قدرة العبد زي الاخ مع اخوه، القدرة والمشيئة والفعل، الانسان عندهم مثل ثلاث اخوة وجدوا في أسرة واحدة من غير أن يكون لأي واحد منهم أثر في وجود الآخرين، والأخ ملوش أثر في وجود أخوه، لكن الأب والأم لهم أثر بإقدار الله وبإذن الله جعلهما سببا، فتبقى القدرة والمشيئة بتاع الإنسان هنا موجودة زي الأخ مع الفعل زي الأخ مع أخوه، دلالة اقتران فقط لا دخل لها لا تأثير لها، إنما الفعل بيوجد بإيه؟ بالقدرة الإلهية فقط. طيب وده ايه؟ وده حقيقته هو مذهب الجبرية، بس الفرق بينه وبين الجبرية انهم اثبتوا قدرة ومشيئة نفاهما الجبرية، لكن اثبتوها بغير اثر، قدرة ومشيئة واثبتوا وجودها لكن لا اثر لها لا تأثير لها، ولذلك ده كان محال عقلا. وده اللي خلى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول ان ثلاثة من عجائب الدنيا منه الكسب الاشعاري، من الكسب ليه؟ الأشعاري. ليه؟ لأن وجهة نظر أبو الحسن في الكسب أنه أن القدرة الحادثة لقدرة الإنسان لا تأثير لها في وجود الفعل، طب معي، إنما اللي له تأثير إيه؟ القدرة اللي هي بس فقط. فمذهب الأشعرة استقر على هذا، على أن القدرة المؤثرة في إيجاد هي قدرة الرب،
وأن القدرة الحادثة قدرة الإنسان لا تأثير لها. ثم يوجد الفعل عند الإرادة وقدرة الإنسان يقترن الفعل، يوجده الرب ويخلق والإنسان لا دخل له ولا تأثير. تبع معي، فاستقر قول الأشعر على أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها. تبع معي، بل يقع المقدور بالقدرة القديمة، قدرة إلهية. طيب تبع معي، وعليه فالفعل هنا وقع بقدرة دون دخل من القدرة الإنسان أو الإنسان لا دخل. يبقى كده إيه؟ انتهوا إلى الجبر. هو الكلام نفس كلام الجبرية، ودي نظرية الكسب عند الأشاعرة، نفس كلام الجبرية ونفس إيه؟ وده كلام باطل من أوجه عديدة. تبع معي، وفي الحالة دي كلامهم هذا مردود من وجوه. أولها إن كما قلنا أنهم وافقوا الجبرية بأن الإنسان في الحالة دي لا دخل له في إيجاد الإيه، ولا قدرته لا دخل لها في إيجاد الفعل، فأصبح الفعل ده موجود اللي أوجده الله عز وجل. يبقى في الحالة دي كما قلنا إن هم إيه يعني بذلك وافقوا الايه، وافقوا الايه الجبرية. مذهبهم في خلق افعال العباد هو مذهب الجبرية. طيب يعني المخالف خلاص اتفقوا مع الجبرية، يبقى غردوا كلها على الجبرية، ان هم خالفوا الحس والعقل والفطرة يردوا بها على الاشاعرة. انتبه. طيب كذلك يرد عليهم كذلك بردود كثيرة منها، إني معلوم إن من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، فعل الكذب فهو كاذب. فلو لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، ها بل الله عز وجل هو اللي فعل ذلك كما يزعمون، لازم أن يكون المتصف بالكذب والظلم هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك ده مذهب الجبرية في الحالة دي ينسب كل القبائح التي يفعلها يخالف فيها الإنسان والشر إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب كذلك القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال للعباد، كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، اعملوا ما شئتم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآيات كثيرة جدا. بس قلنا ان ايه، ها ان تضاف الاعمال الى 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 العبد اضافه المسبب الى السبب، وهو مسؤول عن عمله، زي ما قلنا بمسؤوليه الابوين عن الولد، وهم سببان ولم يخلقا، بل هو خلق ولا تعارض. الله عز وجل خلق، تضاف الى الاعمال، تضاف الى الله، او الافعال اضافه مخلوق الى خالق، اما تضافه الى الانسان اضافه مسبب الى السبب، وهذا بين. كذلك الشرع والعقل متفقان، لما يرد كذلك على الجبرية المتسترة اللي هم الأشاعرة، الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسن له إذا كان هذا الفعل طاعة، وسيء يحاسب عليها إذا كان معصية. فلو لم يكن إلا فعل غيره لا دخل، هو لم يفعله حقيقة، ده مجرد اقتران كما يزعمون، وان القدره اللي هي لوحدها التي ايه انتجت هذا اخلاق او ودت هذا الفعل، يبقى كيف يكون محمودا او مذموما على شيء لم يفعله؟ انتبه، هذا تناقض بين، تناقض بين. كذلك فعل الرب صفته في صفاته والصفات الفعليه، والمفعول مخلوقه، وفرق بين صفة الخلق والمخلوق كما هو معلوم. فكل هذه الأدلة وغيرها كثير يرد بها على الأشاعرة، وردود كثيرة جدا، بل إن على مذهب ماذا لا يفرق بين المحسن والمسيء، وكما قلنا وبين المدح والذم، بل أنه كله خلاص هذه الأفعال في الحقيقة لا يفعلها لا دخل الإنسان فيها، إنما يوجد بمجرد القدرة الإلهية،
وكلام الجبرية، ده كلام ينافي صريح القرآن والسنة وينافي العقل الذي يعني يقطع بالفرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية وينافي الفطرة. طيب بناء على هذا المذهب أيضا يكون لا يبقى للرسل حجة على الكفار، لأن الكافر هنا يقول الله هو الذي خلق الكفر فينا. طيب بمعنى الأشعار، لأن الأشعار تقول إنه تعالى مريد بإرادة ولا يقدر على أن تبه معي، ودي نفس حجة الجبرية. ولذلك دلت أدلة القرآن على نقد هذا الكلام، هذا المذهب الفاسد، مذهب الجبرية، أضافت الفعل إلى العباد، وإن كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، ذلك بما قدمت يداك. تبه معي، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العبد فاعلا ومريدا ومختارا ومسؤولا عن فعله، هو اللي خلق له القدرة وخبلك والإرادة والآلة التي هو بها الفعل، وهذه كلها أسباب كما خلق الوالدين وجعلهما سببا في وجود الولد، مع أنه الذي خلق الولد وخلق الأبوين، كذلك هو الذي خلق السبب والمسبب، لكنهم سبب حقيقي. تبه، أدلة دل على مدح المؤمن على إيمانه وذم الكافر على كفره، الجزاء والإحسان إلى الإحسان وغير ذلك، كل هذه تدل على أن هذا الفعل يضاف إلى العبد حقيقة، بس يضاف إضافة مسبب إلى سواء أنه هو مسؤول عنه، وأن قدرته وإرادته لها تأثير في إيجاد هذا الفعل، بس تأثير السبب في في المسبب، وكل هذا بقدرة الله وإرادته ومشيئته عز وجل. الآيات الدالة على أن أفعال الله عز وجل منزهة عن أن تكون كأفعال المخلوقين، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. تبه، الآيات الدالة على إثبات المشيئة للعباد في أفعال من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. الآيات الآمرة بالمصارعة في الخيرات الناهية عن ارتكاب المحرمات والمحظورات. الآيات التي فيها اعتراف، شوف حتى آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وغير ذلك. فكل هذا تؤكد مسؤولية الإنسان عن أفعاله وأنه محاسب عليها. وقلنا أن الجمع بين هذه الآيات وغيرها كما بينا إن الأفعال تضاف إلى الله إضافة حقيقة، إضافة مخلوق لخالق، أما الإنسان تضاف إضافة حقيقة مسبب لسبب، ووضحنا هذا إيضاحا جليا جليا. وبذلك يتضح لنا ويظهر بفضل الله تعالى مدى اتساق منهج آل السنة ومعالي آل السنة وهو الحق، وأن مذهب الأشاعرة في هذا هو مذهب الجبرية، حينما قالوا إن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد الفعل لقدرة الإنسان وإرادته، وإنما القدرة المؤثرة فقط القدرة الإلهية، ففي الحقيقة كان ده هو نفس كلام الإيه، لأن قالوا كده إن العبد قدرة العبد غير مؤثرة. تبه معي، فده نفس مذهب الجبرية، وقد بينا فساد هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.